نادي لمحاربي التأتأة، هذا هو الاسم الذي اختاره الشاب أحمد مهنا ليواجه هذه المشكلة، وأيضا ينشر الوعي والثقافة والثقة لكل شخص مصاب بالتأتأة. وحكاية هذا النادي وأيضا تفاصيل هذه الفكرة راح تكون في هذا اللقاء. مشرفنا أحمد المهنا مؤسس نادي التأتأة، وأيضا سديم غازي عضوة في نادي التأتأة. أول شيء حابة أهنيك وأقول لك ألف مبروك على هذا النادي وهذه الفكرة الجميلة أحمد، ولكن يا ريت تقول لنا من وين بدت هذه الفكرة. أول شيء الله يبارك فيكي. بدأت الفكرة هذه في عام 2016 لما بدأت أواجه أو أحارب التأتأة. فكرت أنه أنا كيف ممكن أحارب التأتأة وأساعد غيري، بس قبل ما أني أسوي هذا الشيء كان لازم أنه أنا أول حاجة أغير نفسي، أنا أتحكم في التأتأة أول شيء، أنا وغير وأثبت على المستوى في التحكم في التأتأة يخليني أتكلم مثلي مثل الإنسان الطبيعي. بعد كده بعد ما أغير نفسي أغير اللي حولي. فهذا الشيء اللي بدأ الفكرة من هنا. طب خلينا نعرف الناس عن التأتأة أو أيضا أسبابها. طيب التأتأة هي صعوبة في مخرج الكلام فقط. أسبابها عادة تكون يا وراثية أو يكون في تاريخ عائلي مع التأتأة. يعني ممكن يكون الجد الأب أو جد الجد يكون عنده تأتأة فيصاب الطفل أو أحد أطفال العائلة. أو أنه تكون نفسية بسبب خوف أو صدمة أو موقف تعرض له الشخص أو صحيح. موت أحد الأقارب. أيوة. صحيح. أو أنه ضرب أو عنف أسري أو. وإيش كان سببها بالنسبة لك أحمد؟ بالنسبة لي كان الله يكرمكم هجوم وراثي؟ لا هجوم كلبين أو علي وأنا صغير في عمري 4 سنوات تقريبا. ففي كنت نازل من الدرج بلعب زي اي صغير، فصادف على نزلتي في كلب اسود كان كبير الله يكرمكم، ف من هجم عليك وانفجعت. هجم علي وانفجعت، فبدت معاك التأتأة من ذاك الوقت. طب سديم قولي لنا قصتك، نبغى نسمع ايضا قصتك. اكتشفت انه عندي تأتأة من لما كان عمري 6 سنين. ايش كان سببها؟ كان سببها عوامل نفسيه، فكذا اهلي ممكن مع التوتر بدايه المدرسه او شيء اكتشفوا اهلي انه انا عندي تأتأة فداهموني. قبل 6 سنين كنت تتكلمي طبيعي ما كان عندك اي تأتأة؟ مو قبل 6 سنين، لما كان عمري 6 سنين. لا قبل الست سنين كنت تتكلمي طبيعي ما كان عندك تأتأة؟ لا كان عندي تأتأة. بعد ما دخلت المدرسه يمكن صدمة الدراسة سيدي. يمكن مع صدمة الدراسة انفجعتي، قلت ايش ذا يا ربي لا برجع البيت اقعد مرتاحة خليني بالبيت. والله هي جت. طيب كيف سمعتي عن النادي اللي أسسه أحمد؟ أخويا كان يعرف أحمد زميل معاه في الجامعة فقال لي فأخويا شاف الإعلان حق النادي قال لي سديم ليه ما تخشي نادي المحاربين التأتأة؟ قلت له قدام. وعلى طول تواصلت. وعلى طول تواصلت مع أحمد في الموقع وفي الميتا وكان مرة شيء حلو إنه رحت. في إضافة أخوها الله يعطيه العافية كان معايا في أغلب الكلاسات في الجامعة فكان يشوف كيف أنا لما أطلع من المحاضر عشان لا أسوي برزنتيشن فكنت أخذ أحيانا يعني راسب في كم مادة بسبب أنه أنا والنقص بسبب أنه أنا خايف أسوي برزنتيشن. وبعض الدكاترة كانوا يعني ما يتفهموا حالتك. في دكتور أحرجني قدام 55 طالب. أوف. قال لي أنت بتمثل أنه عندك تأتأة طيب وعشان ما تسوي البرزنتيشن، مع اني رحت له ساعاته المكتبيه قلت له انه انا عندي تأتأة. ف وما عندك تقرير طبي بهذا الموضوع؟ دايما انتم عارفين يعني ما عندنا شيء تقرير طبي عن التأتأة، وانه لانه الى الان ما في سبب رئيسي او سبب طبي يعني يثبت هذه الحاله. ايوه الحاله. فالحل الوحيد يا اني اروح لدكتور نفسي زي ما انا سويت، اضطريت اروح لدكتور نفسي عشان يكتب لي انه بس تقرير طبي على الفاضي. بس برضه في النهاية أحرجني قدام الطلاب وطلعت ما كملت صراحة المحاضرة، وبرضه في النهاية اداني 60% يعني. أوف. للأسف الشديد يعني ما كملت. ما تفهم هذه الحالة ولا حاولت تتواصل معاهم؟ رحت إدارة الكلية وسووا يعني فتحوا تحقيق في الموضوع إنه كيف أنت تتصرف مع طالب زي كذا جاك ساعات مكتبية، هذا حالة خاصة. بعدها صراحة هي اللي
اللي خلاك تنشئ هذا النادي عشان تنشر الوعي أكثر في المجتمع ويبدو الناس يتفهموا هذا الموضوع؟ لأنه فعلا أنا أشوف كثير من الحالات يعني، وللأسف أنا حزين أحزن فعلا لما أشوفها، أنه يكونوا في أشخاص عندهم التأتأة، أو لما يكونوا جالسين في مكان عام ما يفهموا الناس أنه هذه تأتأة، لأنه ما قد سمعوا أيضا عن هذا الموضوع، يحسبوا ويقعدوا يضحكوا عليهم قدامهم. بالضبط. في كمان لما جينا سويت النادي هذا مو بس عشان نساعد المتأتين أو ساعد المتأتين، لا، عشان أبواعي المجتمع، أبدي له فكرة أنه ترى لازم تعرفوا إيش يعني تأتأة، كيف ممكن تتعامل مع الشخص المتأتئ. الآن عندي عقود شراكة مجتمعية مع بعض المدارس الحكومية، كلها تطوع، ما في شيء، أجي أديهم محاضرات عن كيفية التعامل مع الطالب. هذا من أحلامي كانت أنه أنا أدي محاضرة أو أعلم المعلمين كيف يتعاملوا مع الطالب المتأتئ. ومن أحلامي كان أنه أنا أكون سبيكر أو خطيب أو تحفيزي، شخص تحفيزي. الحمد لله سارت هذه الأشياء. غير كذا اللي خلاني أنشئ النادي هذا أنه تم رفض في جميع الوظائف. جميع الوظائف، في ما في ولا وظيفة كانت راضة تقبلني إلى عام 2015، نهاية 2015 اللي خلاني أخذ القرار هذا، أنه أنا ما في ولا وظيفة راضة تقبل بي. حسيت أنه إحنا كذا يعني نوعا ما ما لنا مكان، فحبيت أسوي النادي هذا عشان أول شيء غير نفسي وأغيرهم. ما شاء الله تبارك الله. أنا ملاحظة أحمد أنه أنت تعالجت تماما من التأتأة، ما شاء الله، يعني كلامك مسترسل وراء بعض، يعني ما بتوقف، صحيح؟ هل أنت تعالجت تماما؟ شوفي، عشان أكون واضح معكم، ما في شيء اسمه علاج للتأتأة، بس في حلول. الحلول مثلا ممكن أنه أنا أطلع أواجه الناس، زي مثلا أحد الحلول اللي كنت أستخدمها، طلعت ملعب الجوهرة، رحت للجمهور عشان أكسر الخوف، أطلع خارج دائرة الراحة مثلا، أسوي شيء اللي أنا أخاف منه، أخاف أتكلم قدام جمهور، بين الشوطين رحت للجمهور. لا لا تمزح أحمد، رحت تكلمت في ملعب الجوهرة قدام الجمهور. أيوة، صورنا المقطع هذا، حتى صاحبي هو بيصور كان خايف من قوة الهيبة المنظر، إنه الجمهور فوق يعني كمية هائلة من الجمهور. وطلعت وقفت، كنت متوتر جدا وخايف، بس في اللحظة ذيك أنا عرفت إنه لا، الله، أنا مرة متحمسة فعلا إني أشوف هذا المقطع. خلونا نشوفه مع بعض ورجع لكم. كيف أمورك؟ طيب ما 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 عليش، ممكن دقيقة من وقتك. خلاص هذا فين فين ألاقي البيك هنا؟ فين ألاقي البيك؟ والله ما أبغى أكذب عليك ولا أبغى أسوي إني ما تعرف عادة. ايوه اللي ورا على ما اظن عند قبل كورنيشن نورز. حبيبي قبل كورنيشن نورز. الله يسعدك، شكرا انك ساعدتنا. سهل، الله يسعدك ان شاء الله. طيب اول شيء معك احمد المهنا. ونعم. متأتئ سابق. حبيبي حبيت اجسد الدور مره ثانيه، وانت معانا في التجربه الاجتماعيه. الله يسعدك يا حبيبي. حقيقي اشكرك على رده فعلك. حبيبي. اول شيء انا حبيت اجسد الدور هذا مره ثانيه للناس عشان احفز المتأتئ مهما تأتأ. تكمل كلامك. جميل جدا احمد، ايش حبيت توصل رساله من خلال هذا الفيديو؟ اول شيء اللي حبيت اوصله رسالتين للمتأتئ وللمجتمع. للمتأتئ انه مو كل، ما في شيء اسمه مجتمع ضدك، في ردات فعل سلبيه وفي ردات فعل ايجابيه، وهذه من ردات الفعل الايجابيه اللي حبيت اوصل للمتأتئ، ترى لا تخاف، كمل كلامك، في ناس حتسمعك. للمجتمع انه انا كنت بوريك كيف المتأتئ بيطلع الكلمه بصعوبه. اعطيني وقت زي ما هذا اعطاني وقت وساعدني، انا حكمل كلامي، وانت كده بتساعدنا في انه نحن ننشر وعي كيف. جميل. طب سديم، بما انك عضو في نادي التأتأة، قالوا انك تحبي تكتبي خواطر وايضا تلقيها بنفس الوقت كتحدي لك، فقولي لنا من متى بدأت معك هذه الفكره؟ من متى بدأت معايا؟ كانت في ايفنت سمعنا جمال لغم التأتأتك، أحمد أتواصل معي، قال لي سديم إيش هواياتك؟ قلت إني أكتب وألقي خاطرة. قال لي طيب أنا أبغى أتحداك في حاجة، مستعدة للتحدي؟ أجلس دقيقة، قلت قدام، أنا أي شيء عندي قدام. فقال لي طيب أنا حكتب لك خاطرة أتحداك فيها، عندك 5 دقائق بس تتكلم فيها. فقال لي
وشاركت بهذه الخاطرة. وشاركت بهذه الخاطرة اللي هو كتبها. على فكرة كانت جدا رهيبة في الإلقاء. واو. يعني سوت حاجة طيب خطيرة. إيش رأيك نسمع منك شيء طيب؟ تمام. يلا نسمع. هي والتاتا فمن هي؟ هي أمي التي وهبت سعادتها لي، هي التي عاشت لترى ابتسامتي، هي التي عاشت لتسمع كل حرف كنت أتأتئ به، هي التي عاشت لتبكي على كل صعوبة حرف لا أستطيع نطقه، عاشت 24 عاما تبكي حسرة علي، ولكن في يوم ما سمعتني على الهاتف أتحدث لأول مرة أمام أكثر من 100 شخص على مسرح في مسرح أحد المتاجر، متحديا تلك التاتأة التي أبكتني وأبكتها أعواما، فقلت لها هذه هدية بكائك لكل ما فات، ولكن هذه المرة دموعك ذهب بدلا من الماء، وقررت أن أكون ذلك المحارب القوي الذي سوف يجمع عائلته من المتأتئين، وها أنا اليوم صنعت النادي الذي به عائلتي، أنتم إخوتي، وأنا الآن من سيدعمكم إن لم يدعمكم شخص فخور بكم وأحبكم جميعا. أحمد المهنة. يعني ما أعرف إيش أقول صراحة، ولكن أثرت فيه كثير، وأنا أتمنى لكم كل التوفيق، وفخورة فعلا بهذا النادي، وإن شاء الله أشوفكم كذا في اللي تحبوه. في حاجة أخيرة بس، إحنا عندنا من أنشطة النادي سويت أول نادي توست ماستر للمتأتين والمتأتئات في المملكة. واو. والنادي أيضا معليش ما في أي رسوم لنادي محاربين التاتا، أنا أبغى أساعدهم بس، أبغاهم يجي يواجهوا، أبغاهم يجي يطلعوا كل إمكانياتهم وإيجابياتهم، وما في شيء مستحيل ترى. فعلا ما في شيء مستحيل، نحن نتمنى لكم كل التوفيق، وفخورين فعلا فيكم بالمجتمع، أتمنى نشر الوعي والثقافة أكثر حول هذا الموضوع. نحن مشاهدينا مكملين معاكم، بس فاصل قصير وراجعين.